السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن شهواتنا كنقترح عليكم اليوم إن شاء الله وصفة الرز بالشامبينيون أو الفطر أو المشروم، وصفة ديال طبق جانبي أو مرافق للأسماك المشويات المقليات. هذا الطبق هذا قدمته ضمن ملف وصفات الأرز، وكنت وعدتكم أنني نحطهم منفصلين. تبعوا معايا الفيديو وفرجة ممتعة. بسم الله. بالنسبه لهذه الوصفه ديال الرز، اول حاجه كتعملوها كتاخذوا المقدار ديال الرز اللي غادي تعملوه، كتنقعوه في واحد الشويه ديال الماء والملح. انا هنا هذا الرز اللي استعملت الصفار الطويل العادي الموجود عندنا هنايا، ونقعته تقريبا واحد نصف ساعه. غادي نصفيه ونخليه يقطر هو الاول. انا هزيت داك الرز، غسلته من داك الماء والملح، شللته مزيان حتى بدا كيهبط ديك المواد النشويه. دابا رانا مخليه كيقطر. انا عملت هنايا في هاد الوصفه تقريبا 350 غرام ديال الرز الصفر الطويل. عندي بالنسبه للمقادير، هنا غادي نعملو الشامبينيون، عندي واحد تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نضيف عليها زوج تقريبا تقريبا ثلاثة ديال المعالق كبار ديال الزيت، زيت عادية ديال المائدة. وعندي هنايا بصلة متوسطة مرققة مشلضة بهذا الشكل، واحد الفص كبير ديال الثوم. عندي هنا علبة متوسطة ديال الشامبينيون أو المشروم مقطرة مزيان. وعندي هنايا غادي نعمل الملح، وهنايا عندي العطريه ديال الدجاج، عندي شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار. بالنسبه لهذه الجزئيه ديال عطريه الدجاج، يمكن لكم تعملوا حتى عطريه السمك، يمكن لكم تعملوا مرق السمك او لا مرق الدجاج ولا مرق البقر، حسب يعني هاد مع هاد الشامبينيون فكيما ما بغيتوا، يعني على حسب الحاجه باش بغيتوا ترافقوها. انا حيت غادي نرافقوا دابا بالدجاج فعامله العطريه ديال الدجاج، او ممكن نعمل حتى مكعب المرق ديال الدجاج. غادي نحط هاد الزبده تذوب، وعاد غادي نضيف البصله. هنايا كما كتلاحظوا ها هي ديك الزبده ذابت، غاديش نخليها تحرق، غادي نضيف البصله والثومه. كما كتلاحظوا البصله ها هي دبالت، غادي نضيف هذاك الرز اللي حاولوا تقصروه مزيان. وغادي نبدا نقلبوا هكذا حتى يتغلف كل ديك المواد الدهنيه. يا كما كتلاحظوا قلبت هذاك الرز مع ديك البصيله وديك المواد الدهنيه تقريبا واحد جوج دقائق مع التقليب المستمر. غادي نضيف دابا الشامبينيون، غادي نقلبوا حتى هو. هانتوما كتبقاو كتقلبوا مزيان حتى كتلاحظوا ان هذاك الرز كيشد في القاع ديال الطنجره. هنا غادي نضيف هذيك العطريه اللي عندي، بطبيعة الحال غادي تذوقوا الملح بعد ما نضيفوا الماء، غادي نذوقوا الملح. اللي بغى يزيد حتى الكركم يعني يلون هذا الرز هذا، لكن انا شخصيا كنفضل هكذا باش الشامبينيون يجي باين. اللي بغى حتى يلون يزيد واحد الشويه ديال الكركم. هنا قلبت هاد الشيء مزيان، غادي نضيف هنا. انا عامله الرز صفر طويل ديال اللي موجود عندنا هنا في المغرب. بالنسبه للرز هاد الصفر هذا فكيشد شويه ديال الطياب، ولكن انا حيت نقعته نص ساعه فبحال الحبه ديال الرز تشربت واحد الشويه السوائل، فغادي نضيف ليه هنا مقداره مرتين من الماء. لكن هذا ما بارد عادي، لكن لو ما نقعتوش غادي تضيفوا له تقريبا مقداره مرتين ونص. دابا انا غادي نزيد المقدار الثاني، انا غادي نضيف مقدار ثاني. لو عاملين الرز البسمتي فغادي تعملوا مقداره مره ونص ديال الماء، طبيعه الحال هو منقوع. دابا غادي نذوق هاد، بعد اولا غادي نرفع النار، غادي نرفع النار، مجرد ما يبان ليا بدا كيغلى غادي ننزل النار الى ادنى مستوى، وغادي نغطيه طبيعه الحال. غادي نغلف الطنجره ببابي الومنيوم او لا الورق الماس، او الا عندكم منديل نظيف كطيبوا به غادي تغلفوه بها، وغادي تنزلوا النار الى ادنى مستوى وتخليوه يتشرب على خاطره. انا غادي نتسناه حتى يغلى، منين يغلى غادي نذوق نشوف واش نزيد فيه الملح، واش نزيد فيه البزار، ولا اي حاجه بغيت.
هنا اخواتي انا حسبت تقريبا في حدود 15 حتى 18 دقيقه، ما وصلتش ثلث ساعه. طبيعه الحال كتلاحظوا منين كيبداو يتكونوا دوك التقيبات كتعرف ان الروز راه امتص كامل السائل. غادي نجيب هاد الزبده هذه وغادي نمسح بها هكا وغادي نخليها هكذا، وغادي تاخذوا فرشيطه وغادي تبداو تقلبوا بها بحال هكذا. من ضروري نهويوه مزيان منين يطيب وما تحركوش بمعلقه مع ديك الزبده، ان شاء الله غادي تزيدوا واحد الطعم هائل. اخواتي الرز ديالنا ها هو واجد للتقديم. بالنسبه للتزيين فانا رشيت عليه شويه ديال رقائق الفلفل الاحمر الحار وواحد شويه ديال البقدونس مجفف.